السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم متابعينا الطيبين؟ اليوم عندي حاله اللي هي خطيه طفله عمرها 14 سنه، يعني بنيه بها عوق من الولاده. عمليتها كلش بسيطه ورخيصه، اما اذا تقولون ليش ما تسوي، فابوها اول ما اجت للدنيا لحد الان ذبل عنده والما عدى عليها، يعني العشرة والمية والميتين والثلاثمية، لحد ما وصل المرحلة انه بعد ما عدى هاي 9 ملايين اللي يسوي بيه عملية. عمليتها تكلف 9 ملايين، موجودة عمليتها مستشفى الحجة يقدرون يسوي العملية، مستشفى الكفيل، مستشفيات اللي بكربلة، احنا من قضاء طويريج كربلاء، تابعين الكربلاء. اتمنى من الناس الطيبة، من الناس الخيرة، من الناس اللي متمكنة، عملية بسيطة تقدر تقوم شخص، تقوم شخص من العوق اللي يمشي بعوق، تقومه تخليه يمشي حقيقي، يمشي طبيعي. ايش قد لك بيها عبد الله؟ ابوها عنده سياره يشتغل بيها عبريه، سايق يشتغل بيها عبريه نفر ربع، الرفات والفورتات اللي سامعين بيها. فاتمنى من عندكم انه توقفون وقفه مشرفه ويانا. الناس المتمكنه عمليه ما تكلف، تكلف 9 ملايين، تنهض بهذه البنيه، صورها، تخليها تمشي طبيعي، تمام؟ ابوها وصل مرحله انه بعد ما يقدر، ما عنده امكانيه، ما عنده امكانيه، يا دوب يشتغل بالسياره يوفر 10,000 15,000 مسواق البيت. اذا عندك كلمه وعندك مناشده تقدر توجهها للشخص، المستشفى، احكي. والله انا ارجو من الناس الطيبه بان توقفنا وقفه ويا هاي الطفله، انا اللي عندي والما عندي ما قصرت وياها، واركض بيها من المستشفى للمستشفى، ورحت للكفيل، ورحت للمستشفى الواسط ببغداد، ورحت المستشفى التركي، هسه عمليتها بمستشفى التركي حاليا، ورحت 4-5 مرات المستشفى التركي يم دكتور حسين الخزعلي. نتمنى من دكتور حسين الخزعلي انه ينظر للطفله كانه هي بنته، ينظرها بالمستقبل، ينظرها بانسانيه. ان شاء الله كلكم عندكم انسانيه وكلكم طيبين، وان شاء الله تسمعون هاي المناشده. اتمنى من الناس الطيبه والمتابعين انه يوجهون الفيديو او يسوون مشاركه للفيديو للاشخاص المعنيين، للمستشفيات، للناس المتمكنه، بلكي يقدر شخص مثلا يتبرع بهذا المبلغ حتى نقدر نسوي به العمليه. والله انا ارجو من عندكم، انا حتى المحافظ ذيك المره خاطبته بالمستشفى، قلت له استاذ بلكي الله والحسين تحاكيني دكتور حسين على عمليه رقيه، وما استجاب من عندي لا الدكتور ولا المحافظ، محافظ كربلاء. زين وانا ما عندي غير الله وانتم، توقفوا لي هاي الوقفه وتمشون بنتي. متابعين اتمنى وقفتكم، اتمنى مشاركات، تعليقات، لايكات للفيديو بلكي يصعد ونقدر نسوي هذا الشيء بسيط للبنيه. اللي يقدر يساعد واللي عنده المبلغ او اللي متمكن او اللي يقدر يتبرع بشيء، راح اخلي لكم رقم والد الطفله بالتعليقات. اتمنى منكم بجاه هذا شهر شعبان، شهر البركه والخير، شهر ولاده اقمار، اتمنى منكم ان توقفون ويا الطفله وقفه مشرفه. اتمنى من مدير صحه كربلاء، محافظ كربلاء، الناس المعنيه، الناس اصحاب المستشفيات، مستشفيات كربلاء، اتمنى منكم توقفون وقفه مشرفه، وان شاء الله انتم اهل لهذا الشيء.